لو بتصدق في علم السحر والطاقات والأحجار الكريمة، ده مسلسلك في دراما رمضان 2024. اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامج اهلا دراما. حلقتنا النهارده عن مسلسل فراوله اللي بتقوم ببطولته النجمه نيلي كريم. الحقيقه ان المسلسل من اول ما تريلر ظهر وان الموضوع المسلسل مختلف ومشوق وموضوع بقى ناس كتير قوي بتحبه. مسلسل فراوله بيدور عن بنت اسمها فراوله، بنت حارس عقار محترفه في ايه بقى؟ في قرايه الفنجان، ومن هنا بتبدا تواجه تحديات كتير ومواقف كوميديه من خلال طبعا شغلها. بس هوبا بقى الاحداث هتتغير وهتتحول لسيده اعمال كبيره. اصلا فكره الاحجار الكريمه وقرايه الفنجان ومنتجات الطاقه وحاجات كتير قوي المشاهدين بيحبوها جدا، وعالم مختلف جدا عن عوالم دراما رمضان 2024. بس المسلسل مش كده وبس، لا كمان في دروس وقيم مجتمعيه في وسط الاحداث محبوكه باتقان ومهاره. من بدايه بقى عرض حلقات المسلسل رتم واضح، تسلسل الاحداث بيشد المشاهد، مواقف كوميديه متوقعه وغير متوقعه، ودي لذاذه بقى. بس طبعا دايما اللي بيتفرج مستني اكتر، وده طبعا العادي من المؤلف محمد سليمان عبد المالك اللي من اول رمضان هو مخلينا مركزين مع الامبراطوريه وحاكمها في امبراطوريه ميم، وبنفس الطريقه قدر انه يشد المشاهد علشان يتابع احداث فراولة. اما بقى المخرج محمد علي فهو استفاد من كل ادواته بشكل واضح وصريح في المسلسل، وده اللي مطلع فراولة بالشكل المشرف ده. اما بقى ابطال مسلسل فراولة فكل واحد فيهم ليه مدرسته الخاصة، بس طبعا مع بعض عاملين احلى ميكس، وطبعا معاهم النجمة نيلي كريم اللي طبعا كل سنة بتغير من نفسها اكتر من اللي قبليها، وبتخلينا مستنين اكتر واكتر منها ومستنين يا ترى السنة دي هتعمل فينا ايه. شيماء سيف ولذاذة شيماء سيف، صدقي صخر المتغير اللي بيليق على كل دور وبيتمكن منه. احمد فهيم طبعا واللي بيعمله فينا مع كل حاجه بيشارك فيها. علا رشدي بقى وخيف في دمها، واحلى حاجه انها تاني مع نيلي كريم بعد بميت وش واللي عملوه فينا في بميت وش. النجم حجاج عبد العظيم اللي ظهوره لوحده ممتع. دنيا سامي اللي بتثبت نفسها اكتر واكتر مع كل عمل بتقدمه. وجيلان علاء اللي مع كل دور بتقدمه بتاكد جدارتها كممثله كوميديه، وغيرهم من نجوم العمل اللي ضايفين كتير للمسلسل وللدراما رمضان 2024. مسلسل فراوله بيتعرض على قناه دي ام سي الساعه 8 الا ربع بالليل، والاعاده بتاعته بتكون الساعه 8 وربع الصبح، وبيتعاد تاني الساعه 2 الا ربع الظهر طبعا بالتزامن مع عرضه على منصه واتش. بس كده، دي كانت حلقتنا النهارده، كنت معاكم انا لميس محمد، شكرا على المتابعه.